أهلا ومرحبا بكم في زوايا الحدث. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على ملف جرحى الحرب من المدنيين وأيضا المقاومة وقوات الجيش الوطني في تعز. وجه نائب الرئيس علي محسن الأحمر رئيس الحكومة بسرعة تشكيل لجنة لحل مشكلة جرحى تعز عبر وزارة الصحة العامة والسكان والجهات المختصة، وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية. كما أكد نائب الرئيس أهمية سرعة معالجة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المحافظات وخاصة تعز، ويأتي هذا بعد موجة الاحتجاجات والسخط الشعبي الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين جراء تزايد معاناة الجرحى في مدينة تعز، وبعد فترة طويلة من الإهمال الرسمي لهذا الملف على الرغم من التوجيهات الرئاسية والحكومية السابقة بسرعة البت في معالجة هذا الملف قبل أن يكبر وتتضاعف مأساة ضحاياه. نحو 7000 جريح في تعز، معظمهم يعانون من الإعاقة ويحتاجون لعمليات جراحية في الخارج بعد أن فقدوا إمكانية العلاج في مستشفيات مدنهم التي نالت نصيبها من القذائف وهجمات الميليشيا. لا دواء ولا مستلزمات، فيما أعداد الجرحى تفوق طاقة ما تبقى من المستشفيات العاملة والكوادر الطبية في المدينة، وفقدان إمكانية علاجهم في المدن المحررة. جرحى تعز الفئة التي تقف على مسافة قصيرة بين النهاية وانتظار فرص الحياة، تعيش فصولا من المعاناة لا تنتهي، والبعض ينتظرون الموت وآخرون في انتظار المنقذ الذي لم يأتي بعد. واقع جرحى تعز وما وصلوا إليه، وأين تقف الحكومة ووزارة الصحة من هذا الملف، وهل تجد التوجيهات الأخيرة لرئاسة الجمهورية طريقها للتنفيذ بعد سيل من التوجيهات السابقة التي لم تجد صدى على أرض الواقع، وما هي الآلية التي على أساسها سيتم البت في هذا الملف ونقل المحتاجين للعلاج في الخارج؟ هذه الأسئلة وأكثر هي محور نقاشنا اليوم من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. لم تعد المستشفيات في تعز قادرة على استقبال المزيد من الجرحى، فالجبهات لم تحسم بعد والإصابات يومية. هنا شاب بترت ساقه وأصيب رفيق له بشظايا قذيفة، وآخر وقع في مرمى النيران فنجا هو وقضى من كانوا برفقته. ارتفاع عدد المصابين وعدم قدرة المستشفيات على معالجتهم وتراكم الجروح دفعت بالعاملين في القطاع الصحي والنشطاء إلى التحذير من خطر إهمال جرحى المقاومة والجرحى المدنيين على الصعيدين المادي والمعنوي. انتقادات كثيرة توجه لطريقة التعامل مع ملف الجرحى تبلورت على شكل احتجاجات وحملات إلكترونية دائمة ويومية. في تعز المعذبة لا قوائم تتسع لإحصاء عدد الجرحى، لا معنى للأرقام مهما تعددت خاناتها قياسا بعذاباتهم وألامهم. تتكرر صرخات الوجع والاستغاثة وتزداد الضغوط على المستشفيات التي تفتقر للخدمات الصحية وغرف العمليات والأدوية اللازمة، فحاجة المرضى الذين تعرضوا لإصابات بالغة لنقلهم إلى الخارج باتت ملحة، وخصوصا تركيب الأطراف الصناعية لمحتاجيها، فيما لا تبدي الحكومة أي اهتمام أو التفاتة عابرة باستثناء بعض التصريحات هنا وهناك على أنها ستولي اهتماما بهذا الملف. تصريحات لا تتبعها أي إجراءات فعلية، حتى الذين حظيوا بفرصة العلاج خارج اليمن ما تزال صرخاتهم تتعالى نتيجة الإهمال، وهو ما دفع البعض منهم إلى المطالبة بإعادتهم إلى اليمن وإبقائهم دون علاج حتى لا تستمر إهانتهم، فيما هدد آخرون بإحراق أنفسهم احتجاجا على استمرار بقائهم دون حلول طبية ودون أي تحسن مذكور في صحتهم. يعد ملف جرح الحرب هو الأكثر ألما ومعاناة والأكثر تجاهلا على طاولة الحكومة المعنية، فيما يبدو الأثقل بالنسبة لعام وأكثر من الحرب. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن نائب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور، حدثنا عن واقع وظروف الجرحى في هذه المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، نكررها أكثر من مرة ونقول بأن قضية الجرحى يجب أن تأخذ أولوية في الاهتمام، وأكدنا أكثر من مرة بأن قضية الجرحى هي قنبلة موقوتة ستنفجر فوق الجميع، سواء السلطات التي لم تلتفت حتى الآن. كل ما سمعنا من تصريحات المسؤولين سواء في وزارة الصحة أو في الحكومة الشرعية، الكل يقول بأن قضية الجرحى سواء في تعز أو في أي محافظة أخرى، جرحى المقاومة والجيش الوطني تنال
الأولوية في الاهتمام. فالنتائج على الأرض لا توحي بأنها تأخذ الأولوية، وإذا كانت فعلا تأخذ الأولوية بهذه النتائج التي نراها أمامنا فأنا أقول بأن على الجميع السلام. إذا نعم. كانت نتائج الاهتمام ذات الأولوية من القضايا وهي قضية الجرحى نتائجها على هذا الشكل، فما هي نتائج الاهتمام العادي للقضايا الأخرى؟ اليوم هناك في تعز وصل عدد الجرحى منذ بداية هذه الحرب إلى الآن أكثر من 12 ألف جريح، على الأقل أكثر من 5000 جريح يلزمهم تدخل وعناية طبية معينة، وبالأخص نحن نذكر كقضية ملحة وطارئة وإسعافية هم الجرحى المحتاجين لتدخل الجراحي في نعم. هذا الوقت. نعم، لكن دكتور هل هناك إحصائية دقيقة يعني لعدد الجرحى في مدينة تعز حتى اللحظة؟ نعم، عدد الجرحى بشكل عام وصل إلى ما قبل أسبوع أكثر من 11600 جريح. أنا أتكلم عن عدد الجرحى بشكل عام. نعم. لكن الآن القنبلة الموقوتة التي يتحدث عنها هم الجرحى الذين يتطلب تدخل جراحي وإسعافهم بعمليات جراحية إما محليا أو خارجيا. هؤلاء الجرحى يفوق عددهم 5000. اللجنة الطبية المشكلة بقرار وزاري استطاعت مقابلة أكثر من 400 جريح. يعني الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة كم عددهم دكتور؟ اللجنة الطبية في نهاية مقابلتها للجرحى أصدرت كشف بعدد 223 جريح. هؤلاء يجب تسفيرهم بأقصى سرعة نتيجة لعدم توفر الإمكانيات في مدينة تعز لإجراء العمليات. هناك أيضا عدد 152 من الجرحى تتم إجراء بعض العمليات لهم محليا، وهناك أيضا عدد من الجرحى يحتاجون إلى تأهيل في مراكز التأهيل إما إلى أطراف صناعية أو تأهيل علاج طبيعي. نعم. لكن كل هذه الخطوات لم تنفذ ولا خطوة واحدة. كان العذر في السابق أن هؤلاء الجرحى لا يملكون تقارير طبية. أصدرنا تقارير طبية أرسلت، صار شهر الآن منذ إرسال هذه التقارير الطبية. هؤلاء الجرحى لم يتصل بهم أحد، لم تصدر لهم جواز السفر، لم يتم استدعائهم. ما نعلمه بأن مركز الملك سلمان قام بإعطاء العديد من المنح العلاجية سواء في الأردن أو في السودان أو محليا، لكن هؤلاء الجرحى اليوم وصلوا إلى حالة من اليأس والإحباط، وبدأت الحالات النفسية تزداد فيما بينهم، وتعز الآن تشهد أول حالات انتحار بين هؤلاء الجرحى. نعم دكتور عبد الرحيم تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن من الرياض نائب وزير الصحة دكتور عبد الله دحان. دكتور مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني يتساءل الناس عن وزارة الصحة المسؤولة عن صحتهم، أين هي من جراحهم ومرضاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أتوجه بالتحية لكل الجرحى سواء جرحى تعز الحبيبة أو الجرحى في كل المحافظات اليمنية، فهم مسؤولية الحكومة، وينبغي أن نعمل في وزارة الصحة العامة والسكان كجزء من الحكومة لمعالجتهم وتخفيف آلامهم. أما ما يتعلق بالتحديد جرحى تعز، وكما أشير من قبل الأخ الدكتور عبد الرحيم، ولعله الدكتور عبد الرحيم السامع إذا لم أكن مخطئ، أن هناك الآلاف من الجرحى في محافظة تعز. لا يوجد عدد محدد لأكثر من سبب، ولعل أهم الأسباب أن حدوث الجراح من الكثير من الجرحى عملية مستمرة في تعز، كون العمليات العسكرية فيها مستمرة ولم تتوقف. الأهم من هذا هو أن هناك جهود تبذل في محاولة توفير فرص علاج للجرحى في محافظة تعز وغيرها من المحافظات الأخرى. إما في الداخل في بلادنا وعبر المستشفيات العامة بإمكاناتها المتاحة، أو عبر التعاقد مع مستشفيات من القطاع الخاص، وهذا ما تم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دكتور. بالتعاقد مع 4 مستشفيات في عدن ومستشفيين في تعز. دكتور هذا ما نسمعه دائما من جميع المسؤولين، يعني ما الذي تم بالفعل من كل ما ذكرت؟
الذي تم بالنسبة للمستشفيات هي تقدم خدماتها للجرحى وفقا لحالاتهم الطبية. هناك عدد 224 جريح التزم مركز الملك سلمان ولا يزال ملتزم لتوفير فرص العلاج لهم في السودان وعلى نفقته. وعندما وصلت تقارير الجرحى من اللجنة الطبية المشكلة بقرار وزاري كما أشار الأخ الدكتور عبد الرحيم، تم تسليم هذه الملفات لمركز الملك سلمان، وبدوره قام بإرسال هذه الملفات على دفعات إلى السودان. الدفعة الأولى أرسل 84 ملف، وجاءت الموافقة قبل أيام قليلة، وبلغنا المعنيين بذلك بأن الموافقة من السودان وصلت بعلاج 48 جريح في السودان ضمن هذا العدد المقرر لجرحى تعز. ونحن الآن ننتظر قيام المعنيين في السلطة المحلية في تعز وفي الجوازات مصلحة الهجرة والجوازات وغيرها من الجهات المعنية باستصدار إما جوازات سفر أو وثائق سفر وتجهيز الجرحى لعملية نقلهم قريبا إن شاء الله إلى السودان لتلقي العلاج. أؤكد مرة أخرى أن هؤلاء 48 ما هم إلا الدفعة الأولى من الذين سيتم علاجهم في السودان. لكن دكتور، هو الدكتور عبد الرحيم تحدث أن هناك، لأن من تبقى سيتم استيعابهم على دفعات، لأن مستشفيات في السودان أو في أي دولة لا يوجد مستشفى يستطيع أن يستقبل 224 جريح في وقت واحد. نعم دكتور، ولكن يعني نائب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي تحدث عن عدد مهول، يعني ما يفوق 10,000 جريح، منهم أكثر من 200 جريح بحاجة إلى عمليات عاجلة. دعنا يعني نتحدث بصورة موضوعية. العمليات العاجلة يا أخي العزيز تجري للجرحى وقت إصابتهم بجراحاتهم لإنقاذ حياتهم. نعم، ولكن أين الجرحى؟ كثير من الجرحى ومن التقارير التي وصلتنا الكثير منهم جراحاته تمتد لأكثر من عام، وبعضها 10 أشهر، وبعضها 9 أشهر، وبعضها أكثر. يعني نحن الآن نقول الحمد لله أن زملائنا ومنهم الدكتور عبد الرحيم وغيره من الأطباء استطاعوا أن يتعاملوا مع جراحات الجرحى في المرحلة الحرجة وهي بدايات تعرضهم للجروح بقدرة أدت إلى إنقاذ حياة الكثيرين منهم. أنا الآن نتكلم عن معالجة مضاعفات هذه الجراحات والتي ينبغي أن نعطيها بعض الاهتمام، وهو أشار إلى أن هناك من يحتاج إلى تدخل جراحي لمعالجة مضاعفاته، وهناك من يحتاج إلى تأهيل وعلاج طبيعي، وهناك من يحتاج إلى طرق معالجة مختلفة. لذلك أقول بأننا سنتابع هذا الأمر، ومركز الملك سلمان بالنسبة لـ 224 ملتزم ولا يزال، ونحن على ثقة بأنه سيستمر في التزامه لمعالجة المزيد من الجرحى. كما أننا سنبحث ونسعى للبحث عن فرص علاج لجرحى تعز غير هذا العدد في المستقبل ومن غير مؤسسات تقوم بدعمنا في معالجة الجرحى، وإن شاء الله نوفق في توفير ولو الحد الأدنى وفقا لإمكاناتنا المتاحة للتخفيف عن آلام وجراحات الجرحى في تعز وغير تعز من المحافظات اليمنية الذين هم بحاجة دور الحكومة في ذلك. نعم دكتور عبد الله دحان تكرم بالبقاء معنا. نعود بالسؤال إلى نائب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور عبد الرحيم، يعني الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة يتحدث عن هناك خطوات جادة في سبيل الإسراع في علاج جرحى تعز، هل تتوقعون أن هذا سيتم بالفعل في القريب العاجل؟ يا أخي أنا أؤكد لك أنه لم يتم حتى الآن الاتصال بالجرحى لتجهيز جوازات السفر. الكثير من الجرحى يتصلوا بها يوميا
يا دكتور متى السفر؟ قلنا لهم حد اتصل فيكم بالنسبة للجوازات؟ قالوا لم يتصل فينا أحد، لا توجد أي حركة. ثم أنا لي ملاحظات على حديث الزميل الدكتور عبدالله دحان، وأنا أعرف مدى اهتمامه بهذا الملف، ولكن أنا أعتقد أن قضية الجرحى متشعبة. طيب دكتور، أين تكمن المشكلة؟ يعني هل هناك قصور من الحكومة أم من السلطة المحلية؟ يا أخي شوف، أنا أعتقد أن موضوع الجرحى هو موضوع إنساني، يجب أن لا يدخل هذا الملف كرقم سياسي تستخدمه أطراف. الجدية من الحكومة أعتقد أنها معدومة، وليعذرني الأخ عبد الله دحان، لأنه إذا 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 لم يشاطرني هذا الرأي فليقل لماذا قدمت وزارة الصحة للجرحى في تعز؟ نعم. بالأرقام، 1 2 3. ثانيا، هناك التزام أخلاقي من التحالف، كجزء من المعركة أصيبوا هؤلاء الجرحى في خندق واحد. ثالثا، إجراء محاسبة للمسؤولين عن الجرحى سواء كان محليا أو داخليا، وهذا يتطلب وقت لا يعني لسنا في صدده. لكن التعاقد مع مستشفيات في السودان وإرسال أول دفعة من الملفات 84 ملف، ثم تقلصوا في السودان إلى 48 ملف، ولا نعرف متى سيتقلصون إلى 18 أو 14 ملف. أنا أقول بأن 223 الذين تم تصنيفهم على أنهم يحتاجون إلى عمليات، هؤلاء تم تصنيفهم من قبل أخصائيين لديهم مضاعفات من البقاء. أنا أوافق الدكتور عبد الله دحان بأنه فعلا الحالة الحرجة للجريح هو إنقاذه في وقت الإصابة، لكن ماذا عن المضاعفات التي تنتج من عدم القدرة على إجراء هذه العمليات محليا؟ هناك مضاعفات قد تؤدي إلى بتر أطراف، قد تؤدي إلى موت أعصاب، وخاصة عندما تنعدم بعض الاختصاصات التي كانت متوفرة في تعز. اليوم في تعز لا يوجد أخصائي جراحة شرايين، مع أنه كان متوفر في وقت من الأوقات السابقة 3 أخصائيين يدرون كل عمليات الأوعية الدموية. بسبب عدم صرف مرتبات هؤلاء الجراحين اضطروا إلى النزوح خارج المدينة بحثاً عن لقمة العيش. إذن هناك مضاعفات حتى للعمليات التي تم إجراؤها داخل مدينة تعز. هناك بعض العمليات التي كان بالإمكان أن تقام داخل مدينة تعز، ولكن نتيجة لعدم تواجد السلطة المحلية، الحكومة، وزارة الصحة، دعم هذه المستشفيات، تأهيلها للقيام بهذه العمليات، الكادر موجود وهو أهم ما يمكن أن يوفر لهذه المستشفيات. ناهيك عن شحة بعض المستلزمات والأدوية الطبية. طيب، هذه العمليات تتفاقم وتتضاعف يوما بعد يوم إلى أن تصبح حرجة كأنها في أول يوم من الإصابة. فإذا الدفعة الأولى 48 كيف يتم انتقاها من بين 223 جريح؟ كيف ننتقي هؤلاء الجرحى؟ كلهم في درجة واحدة تقريبا، لا أقول كلهم 100%، ولكن لنقول أن 70% منهم بدرجة من المضاعفات والخطورة المستقبلية. كيف ننتقي 48؟ قل لي بالله عليك يا دكتور. نعم، إذن أشكرك الدكتور عبد الرحيم السامعي، نائب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز. نعود بالسؤال إلى نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان. يعني دكتور، يتساءل الدكتور عبد الرحيم، يعني ما الذي قدمته وزارة الصحة بشكل فعلي لجرحى تعز؟ أيضا يقول أن هناك جرحى في المدينة لم يأتيهم اتصال حتى اللحظة بشأن الجوازات وغيرها. أنا أولا أتوجه بالتحية للأخ الدكتور عبد الرحيم السامعي، وأتفق مع بعض ما طرحه، وليسمح لي أن أختلف مع بعض ما طرحه. نعم. ما قدمته الوزارة، أنا تحدثت بما قدمته الوزارة في حدود الإمكانات المتاحة للوزارة في التعاطي مع قضية الجرحى في تعز وغيرها. نعم. لكن للتأكيد مرة أخرى، هذه التفاهمات مع مركز الملك سلمان وغيره من المؤسسات الإغاثية التي تقوم بدعم الحكومة اليمنية لمعالجة الجرحى تتم عبر وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتالي كل من عولج من الجرحى، ولا أتكلم هنا عن جرحى محافظة بعينها، كل من تمت معالجته في داخل المستشفيات اليمنية أو العامة أو الخاصة أو في المملكة الأردنية الهاشمية أو في جمهورية السودان الشقيقة أو الآن يعالج بعض الجرحى من بعض المحافظات في الهند، كل هذا يتم
متابعة وإشراف ونظر وزارة الصحة العامة والسكان. أيضا الاتفاقات مع المستشفيات الخاصة في عدن وتعز يتم بإشراف وتقييم ونظر ومتابعة وزارة الصحة العامة والسكان، وكل مستشفى من هذه المستشفيات تم التعاقد معها لعلاج 150 جريح على نفقة مركز الملك سلمان. أيضا هناك جهود تبذل أو بذلت من قبل وزارة الصحة العامة والسكان لتأهيل المستشفيات الحكومية لمحاولة توفير ولو الحد الأدنى من متطلبات تشغيلها لمواجهة احتياجات معالجة الجرحى. يعني دكتور لديكم إحصائيات على عدد الحالات التي تم علاجها في المستشفيات الداخلية سواء في عدن أو في تعز بإشراف من وزارة الصحة؟ نعم نعم، يعني وزارة المستشفيات عندما توقع العقود مع مركز الملك سلمان بإشراف وزارة الصحة، هناك لجنة طبية مشكلة في عدن ويرأسها وكيل المحافظة للشؤون الصحية، وهو يتولى شخصيا متابعة والإشراف على تنفيذ ما جاء في العقود الموقعة مع هذه المستشفيات. أيضا اللجنة الطبية المشكلة والتي يكون أخي وزميلي العزيز الدكتور عبد الرحيم السامعي نائبا لرئيسها أيضا مشكلة بقرار من وزارة الصحة العامة والسكان، ومن مهامها متابعة ملف الجرحى في تعز وتقييم حالاتهم. أنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة طرحها الأخ الدكتور عبد الرحيم، وهي موضوع الانتقاء. لا يوجد هناك انتقاء لحالات على غيرها أي تفضيلا لهذا أو ذاك، لكن نحن نسلم ملف الجرحى وضغطنا على أن يتم التعامل مع التقارير التي وصلتنا بغض النظر عن أي نواقص فيها لمركز الملك سلمان وترسل إلى السودان، وكون السودان هي الجهة التي تعاقدت مع مستشفياتها مركز الملك سلمان لعلاج جرحى تعز، فهم يطلعوا على التقارير ويقدروا إمكاناتهم وقدراتهم وفقا للتقارير الصادرة عن اللجنة الطبية. نعم، ولكن دكتور على ذكر السودان دكتور، إمكانية لمعالجتهم يقبلوا علاجه. نعم دكتور، على ذكر السودان يعني تحدث الدكتور عبد الرحيم أن هناك لا يقبلوا علاجه، وهذه من باب الأمانة، ونحن نشيد بهذه الخطوة من قبل إخواننا في السودان. نعم دكتور، يعني تحدث الدكتور عبد الرحيم عن يعني الجرحى الذين تم يعني الموافقة على علاجهم في السودان الذين يقدر عددهم بأكثر من 80 ملف كما تحدثت أنت أيضا. يعني الدكتور يقول أنه تم تقليصهم إلى 48، هناك تخوف من أن يقل العدد إلى ما يقارب العشر حالات. يعني ما الذي يحدث؟ تم مراجعة تقاريرهم من قبل الأخصائيين والاستشاريين في السودان. تعلم أخي الكريم، إذا أردنا أن نصنف، وكنت أتمنى أن يكون أن يسمح الوقت، الجرحى يمكن تصنيفهم إلى التالي: جرحى وقت الحدث، وجريح تم علاجه وانتهى والحمد لله وشفي تماما من جراحاته، وجريح تم علاجه وبقيت بعض مضاعفات الجراحة سواء الناجم عن الإصابة أو عن التدخل الجراحي في وقته، وجريح ويمكن علاج هذه المضاعفات، وجريح لا يمكن علاج المضاعفات له. فأيضا نحن عندما نراسل المستشفيات نحن نريد أن يتحقق الهدف الأساس لسفر الجريح وهو العلاج. فإذا كان العلاج لم يتحقق في السودان أو في غير السودان فما الداعي لسفره؟ فينبغي علينا أن نحرص على تحقيق الهدف وهو علاج الجريح، وهذا لن يتأتى إلا من خلال قبول المؤسسات التي يتم التعاقد معها من قبل المراكز والهيئات الإغاثية الداعمة للحكومة في معالجة الجرحى لتقرير ما إذا كانوا سيستفيدون من العلاج من عدمه. نحن لا نريد أن نتدخل في هذه المسألة المهنية البحتة، نحن أعطينا اهتماما ونريد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الاهتمام لتحقيق أقصى عدد ممكن من الجرحى ليتم علاجهم في المرحلة القادمة. نعم. لا ننكر لأنه ربما حدثت بعض الظروف التي أدت إلى شيء من التقصير
في التعاطي مع جرحى تعز. وهنا أنا أقول بأننا والحمد لله سواء من الأخ رئيس الجمهورية أو الأخ رئيس الوزراء أو الأخ وزير الصحة أو غير الزملاء رئيس اللجنة العليا للإغاثة أو غيرهم يعطوا هذا الأمر اهتماما بالغا، وسنسعى بإذن الله لتحقيق نعم. المزيد في تخفيف معاناة وآلام الجرحى في المحافظة نعم. وغيرها من المحافظات اليمنية. هناك جرحى نعم. في هناك محافظات يمنية الحال فيها لا يختلف كثيرا عن تعز في هذه المرحلة، وهي استمرار العمليات العسكرية واستمرار تعرض الناس سواء من المنخرطين في الجيش أو المقاومة نعم. أو من المدنيين الذين يتعرضون للقصف العشوائي هنا أو هناك أيا كان مصدر هذا القصف نعم. المأرب، البيضاء، الجوف نعم. بعض مناطق محافظة الضالع، بعض مناطق محافظة لحج المتداخلة مع محافظة تعز نعم. هناك عمليات عسكرية مستمرة في هذه المناطق، وهي أيضا لحاجة لرعايتنا. وفي نعم. البيضاء أيضا ينبغي أن نبذل كل ما نستطيعه ونحن على قدم تعاون الجميع نعم. وفي مقدمتهم الزملاء في اللجان الطبية والزملاء من الكادر الطبي بشكل عام والزملاء المعنيين نعم. نحن تواصلنا مع السلطة المحلية بخصوص 48 لأنها ملاحظة طرحتها نعم. بخصوص 48 الذين تمت الموافقة على علاجهم في السودان لتجهيزهم. نحن لا نملك نعم. أشكرك دكتور. تصدر جوازات من وزارة الصحة نعم. أشكرك دكتور. أشكرك دكتور، وصلت الفكرة. كان معي نائب وزير الصحة دكتور عبد الله دحان، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن نبيل جامر رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور لك يا أخي. مرحبا بك سيد نبيل. يعني بداية، كيف تنظرون أنتم لقضية الجرحى في مدينة تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي بالنسبة لقضية الجرحى في تعز قضية مأساة وقضية مؤلمة. نحن في تعز جرحى تعز الآن بين كماشة الميليشيات الحوثية المجرمة، وأيضا كماشة العجز الذي تبديه الحكومة، عجز وضعف في أداء الحكومة نعم. وخاصة في الجهات المعنية كوزارة الصحة وغيرها لم يقدموا شيء، بل عبارة عن وعود واستهلاك للزمن، وكأنهم لا يشعرون بما يعاني هذا الجريح. هناك حالة جرحى لها تقارير ومكتوب فيها إن لم يتم إسعاف هذا الجريح خلال شهر نعم. الآن مر عليه 6 أشهر، البعض فقد أحد عينيه، البعض خاست جراحه وتم بتر رجليه. هؤلاء لا يشعرون. أعتقد أنه من يوجد من هذا من أعضاء الحكومة اللي في الرياض لا يشعرون، ولا ليس في وجههم قطرة عرق تجاه ما يحدث في تعز. نعم دكتور، أنتم يعني سيد نبيل أنتم ما مدى التنسيق بينكم وبين اللجنة الطبية العليا في تعز وأيضا وزارة الصحة؟ يا أخي مؤسسة رعاية هي المؤسسة تقريبا المختصة الوحيدة في قضية الشهداء والجرحى. احنا أعددنا ملفات للجرحى في المرحلة المقبلة، وتم طلبها من قبل الأخ المحافظ، وتم إرسالها أكثر من 200 ملف جريح بتقارير طبية إلى مركز الملك سلمان. ثم نفاجأ برسالة من مركز الملك سلمان موجهة إلى الأستاذ عبد الرقيب فاتح رئيس وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ببعض الملاحظات. إجمالي هذه الملاحظات تقريبا استبعاد ما يقارب 59 حملة من المستوفى. ثم نفاجأ بأن يتم عمل أمر جديد وإنشاء لجنة طبية جديدة واستخراج تقارير، يعني استهلاك للواقع وإلى الأمام فقط. لا يشعرون بما يعاني هذا الجريح الذي الآن حتى هذه اللحظات سلم من أبسط حقوقه، يعني حتى في العلاج لا يحصل العلاج. وتم نعم. عمل قرار الأخ وزير الصحة بإنشاء اللجنة الطبية العليا، وفعلا تم إرسال ملفات 237 جريح، وإلى حد الآن يأتي لنا أيضا رد بقبول 48، ومن ثم يأتي يقول استكمال جوازات سفرين. تعز محاصرة، تعز لا نستطيع أن نخرج جريح. كان في البداية يقولون سنخرج الجرحى هؤلاء حتى يعطونا بطاقة شخصية، يعطونا تعريف لهم، سيتم نقلهم بطائرة خاصة إلى نعم. إلى السودان إلى مدينة طبية فيها مطار، لا نحتاج إلى جوازات. والآن ندخل في روتين وكأنهم وضحت لا يعلمون من تعز محاصرة. وضحت الصورة، وكأن تعز تعيش في وضع طبيعي والطرق سالكة. كيف نعم. سيتم نقلهم؟ هناك جرحى
لا يستطيع أن يمشي على قدميه. نعم، وضحت الصورة سيد نبيل جامل رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى، كنت معي عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر وصلنا إلى ختام الحلقة. في الختام لا يسعني إلى أن أشكر ضيوفي، كان معي نائب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، وأيضا نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان، وأشكر أيضا الدكتور نبيل جامل رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.